مشاهدينا الكرام، احتفالا بالمولد النبوي الشريف أقامت دار الأوبرا المصرية حفلا بمشاركة فرقة الإنشاد الديني وذلك على مسرح النافورة. وتضمن البرنامج الحفل باقة مختارة من الإبتهالات ومن المدائح النبوية. نعود مرة أخرى للانضمام إلى زميلتي من هناك جيرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري. إليك جيرمين. نعم أميمة وهبة، تحية لكم وكل عام وأنتم بخير وكل المشاهدين بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف. كما ذكرت نتابع معكم من داخل دار الأوبرا المصرية، بالتحديد في محيط يعني القاعة الخاصة بالنافورة وهي التي تتواجد في دار الأوبرا المصرية، ويقام فيها الاحتفال الخاص بإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بمشاركة النجم إيهاب توفيق وفرقة الإنشاد الديني. برنامج الحفل يتكون من فصلين، الفصل الأول بتحييه فرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو علاء عبد السلام لتقديم مجموعة من الإبتهالات الدينية كمولاي إني ببابك لبليغ حمدي والنقشبندي وأيضا صلوا يا أهل الكمال للشيخ محمد عبد الله. بينما نتحدث الآن بيحيي النجم إيهاب توفيق الجزء الثاني من هذا الحفل، وهي المشاركة الأولى له في مثل هذه المناسبات الدينية، وبيقوم بتقديم باقة مختارة من الإبتهالات الدينية والمديح النبوي كيعني مدد يا نبي وأيضا إلا رسول الله. وهناك حضور يعني كبير من الجماهير الرجاء وخصيصا لحضور هذا الحفل الذي يقام على مسرح النافورة، وتم اختيار مسرح النافورة كمكان مكشوف لإقامة الحفل بالتوازي أيضا مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية. إذا تحدثنا بشكل خاص عن فرقة الإنشاد الديني، هذه الفرقة التي تشارك بشكل مستمر في مختلف المناسبات الدينية، بتأتي أيضا مشاركتها اليوم امتدادا لهذه المشاركات لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو. شكرا جزيلا لك جيرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري، كنت معنا على الهواء مباشرة من دار الأوبرا المصرية.